دي السكال فيها فور سيرفيسز، دورسال فنترال ولاترال ولاترال. هنبتدي الاول بالدورسال سيرفيس، فيها الحته اللي فوق المثلثه ديت انتر بارايتال بون، الاثنين دول بارايتال بون، دي بيرد بون، الحته دي فرونتال بون ودي نيزل بون، والحته دي اسمها انسايسيف بون. ندخل على الفنترال سيرفيس، الحته دي كلها اسمها اوكسيبتال بون سنجل بون، ديت اسمها سفنويد بون، ليها بودي وتو وينجز. دي دول اسمهم تريكويد بونز بيرد بون، الفتحة الكبيرة دي اسمها كواني، في النص فيها اللي بتقسمها دي اسمها فومر بون، الحتة دي اسمها بالاتاين بون. تمام، نيجي بقى على اللاتر سيرفيس، العظمة دي كده اسمها تمبرال بون، ليها جزئين موفبل وفيكسبل. الموفبل اسمه بيتروس، الحتة دي موفبل، ودي سكوامس فيكسد بون. تجويف العين ده اسمه اوربت، في بقى تجويف العين ده اهو اسمه اوربت، في هنا خرم اسمه لاكريمال فوريمن اللي بينزل منه الدموع، فقدامه على طول هيبقى الحته دي اسمها لاكريمال بون، واللي قدام الخرم على طول، وتحتيها اسمها زيجوماتيك بون، والعظمه الخد دي اسمها ماكسيلري بون. تمام، ندخل بقى في الستراكشر بتاع كل حاجه. في الدورسال سيرفيس عندنا نكل كريست اللي هو ورا الانتر بارايتال بون. تمام، عندنا الخط ده اسمه اكسترنال ساجيتال كريست، بيتفرع الاثنين اسمهم تو تمبرال لاينز. تمام، اللي فوق الاوربت بتاع العين اسمه سوبرا اوربيتال فوريمن. ننزل بقى امتداد الفرونتال بون، هنمشي كده معاها، هيبقى الحته دي اسمها زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون، عشان نازله على ملتحمه مع الزيجوماتيك. تمام، نيجي بقى على الانسايسيف بون، الحتتين دول المشقوقتين دول اسمهم روستال بروسيس اوف نيزل بون، وبعدين الحفتين دول اسمهم نيزل بروسيس اوف انسايسيف بون، وبعدين الحته دي نيزو انسايسيف نوتش دي. بعدين نيجي بقى في الحته من ورا الكنال دي، هنا في كنال مفتوح من قدام ومفتوح من ورا، الكنال بتبقى مفتوحه من ناحيتين اسمها انتر انسايسر كنال. تمام، هنا في بقى مكان السنان اسمها الفيولر بروسيس اوف انسايسيف بون، عشان بيكون فيها الفيولاي قبل ما تتكون السنان. تمام، الحته دي اسمها بالاتاين بروسيس اوف انسايسيف بون، على الجنبين في اتنين فيشرز اسمهم بالاتاين فيشرز بس. تمام،